السلام عليكم ورحمة الله. كيداير اخويا؟ بخير، كلشي مزيان. كنتمنى لكم تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو هذا اللي غيكون عند السريع ان شاء الله، واحد المعلومة اللي باقي الاخوان كيغلطوا فيها، هو كيركزوا على الذكر انه خص يكون التشامر ديالو في تي العين، وهذا ماشي هو التقليب الاخوان ديال طائر الحسون. باش تعرف الذكر من النتوة، اول حاجة واللي ما غاديش يغلط فيها اي موضوع هو يجبد جناح. ملي كتجبد جناح ديال الطائر، الا بان لك كحل راه ديك بان لك خدا راه نتوه، والموسطاج كيكون كحل كما كتشوفوا النتوه كيكون عنده شب. التحامر يكونوا كبار ولا صغار، راه غنقول لكم حتى البرانيه راه كاين النتوه اللي كيكونوا التحامر ديالها فاتي العين كبار، الا شتيها ولا ما كنتيش حريفي غيبيعوها لك على اساس ذكر. وهذه واحد المعلومه اللي بغيت نقولها للاخوان، يحكموا على الطائر غير من الصوره كيف ما كتلحش الطائر هذا، واغلبيه قالوا نتو هذا الاخوان راه ذكر. يلا تهلاو ليا فراسكم.